محمد عمر احمد اليماني، اشتغل بنجر وغصتي اشربها عادي، عطشان ابغى اشرب الزيوت اشربها زي ما اشرب المويه ولا العصير من ناحيه الزيوت، والشحوم نفس الحركه، يعني المهلبيه حقيت حلات. طعمه تمام ما شاء الله، شربتها 34 سنه يعني قبل بعد ما جت بشهرين. هي شرب بنزين عادي والله، من انا اشوف دوامي من الساعه 9 الصباح، فبالليل يكون قد شربت 4 علب 4 ونص احيانا 3. بس لا كشفوا عليه بس عشان يكشفوا عليه، وطبيعي تستغربوا في بريطانيا الامريكيين في جده استغربوا وجابوا معهم علبتين زيت اتش بي موبيل 1، بعدين يقولوا لي تفضل شربتها عادي، بعدين قلت لهم معشي ما فيش الا هذه العلبتين ما فيش غيرها، قالوا لا، قام استغربوا قال ايش هذا علبتين هذا ده السياره ده معشي سار بني ادم، عشان كذا قالوا يضحكوا. نحب نرجع للشحم، هذه المهلبيه حقا يشوفوها، بسم الله حتنكسر المعلقه. هذا يعتبر العلاج حقي، العلاج الاساسي، حتى الاطباء برضو كلموني ونصحوني، لكن لما كشفوا علي عادي قالوا لي زيتهم. 22 سنه تقريبا انا اعرف الشخص هذا واعرف انه يشرب الزيت، الله يعطيه الصحه والعافيه يبعدك شر المرض ان شاء الله. ان شاء الله باقي لك سيفون وفلتر وتشتغل سياره ما شاء الله تبارك الله، يعني صار مدمن عليها صلاتي على رسول الله، يعني خسرنا ما شاء الله علبتين 3 علب باليوم، مخلف الشحم والدركسون والفرامل صلاتي على رسول الله، الزباين كلهم ما شاء الله مستغربين، والعمال يشتكون منا اخذ المكسب عليهم صلاتي على رسول الله. محمد ايش هذا؟ هذا ماي بطاريه. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه بشرب بنزين بس يا اخي يصلح لي صوات طا 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 عشان كذا بالفلتر خلاص.